يبدو أنه اتصال من بولما. ماذا؟ فريزا حي؟ سأتي بسرعة. حسناً حسناً، لن أتأخر. تفضل. شكراً جزيلاً لك على هذا الزي. حاول قتلي في المرة السابقة لكني نجوت منه سحقاً. أصحيح أن جوكو وفيجيتا ذهبا إلى كوكب بيروس ليتدربا؟ حظي أن جوهان وماجين بولا يزالان هنا. جميل. جاء ومعه 1000 جندي. أنا متشوق إلى ضربهم بعكازي. كريلين. ها؟ جوهان بيبالو. حجبت الشمس. لقد وصلوا. نكاد نصل إلى الأرض يا سيدي. جوكو، أقلت لي إني سأجده على كوكب الأرض؟ نعم، فحتى لو تمكنت منه فقد يستعيد طاقته إذا أمسك بكرات دراغون بول. لم يمسك بها. ترى هل علينا أن نقاتل كل هؤلاء؟ أعتذر لأني لم أحضر تشاوزو. لن يحضر جوكو وفيجيتا أيضا. فعندما ينام لا يستيقظ إلا بعد مدة من الزمن حتى لو صرخت في وجهه. أظن أن الجميع سيعتمدون عليك، فلا تخذلهم يا جوهان. حسنا. يا أصدقاء، هيا يا جاكو، عليك أن تنزل وتقاتل مع بقية الرفاق أيضا. لن أنزل، القتال ليس من مهماتي. حسنا، سأدافع عن كوكبكم مع أني لا أجيد القتال. لماذا جئت إلينا يا فريزا؟ تعرفون السبب، جئت للانتقام. فهذا أنت؟ أذكر أني هزمتك في إحدى المعارك. دعه يا فريزا. لا أعلم كيف نجوت من الموت. هذا غير مهم، لأن موتك في هذه المعركة أمر مؤكد. أتظن أن جيشك هو الذي سينتصر في هذه المعركة؟ اقضي عليه يا جوهان. إنه قوي جدا، تبدو قوته مرتفعة عما كانت عليه. يا زعيم فريزا، إن جئت للانتقام من غريمك فهو ليس هنا. سأنتظر معكم 10 ثوان وبعدها سأبدأ بالهجوم. 1 2 اهجم الآن، اقضوا على الجميع، اقتلوا أكبر عدد ممكن من جنوده. علينا أن نوقفهم إلى أن يأتي فيجيتا وجوكو. هيا. ويبدو أن والده علمه فنون القتال التي يجيدها فصار مقاتلا كأبيه. أنتم أضعاف عددهم ويمكنكم سحقهم. انتبه يا كريلين. هل ترتجف يداي من الخوف أم من ماذا؟ من يستطيع قتل هذا الفتى المتخاذل؟ فسأكافئه بكوكب كامل يختاره بنفسه. ماذا قلت؟ ماذا؟ كريلين! يكفي هذا. سأخبركما بنتائج أدائكما الآن. أرى تحسناً كبيراً في شجاعتكما وعراككما. في رأيي جوكو أقوى مما كان، لذا
أدعوه إلى النزال ثانية. أحتاج إلى كثير من الوقت لكي أصل إلى مستواك. أرسل هذين الاثنين إلى ذلك المكان. أنا لست مضطرا إلى تحمل أصوات ضجيجهما هنا كل يوم. أمرك. هل كتبت وصيتك قبل قدومك إلى هنا؟ لو كان على رأسك شعر لكنا أرسلناه إلى أسرتك، ولكنك ولد أصلع. سأقضي عليك. صار بطيئا. إن أمعنت النظر جيدا في حركات خصمك فلن يتمكن أبدا من أن ينال منك. ما حدث كان محض مصادفة. لن أسمح لأحد بأن يهزمني. أما الآن الطاقة القصوى. شعاع المدفع الخاص. هل صار جيشي ضعيفا هكذا حتى إنه لم يستطع أن يهزم أحدا من هؤلاء المقاتلين الخمسة؟ سيزامي، بدأت أشعر بالملل من طول الانتظار. اقضي على هؤلاء المزعجين. إن سيسامي مقاتل من أقوى مقاتلي جيش فريزا. دع أمره لي يا كريلين. ألا تحتاج إلى مساعدة؟ أتظن أني لا أزال طفلاً؟ هل تظن أنك ستستطيع إيقافي بهذا الهجوم الضعيف؟ رزقت بطفلة جميلة وأريدها أن تحيا في مكان يعمه الأمان والسلام. توقف عن الثرثرة لأنها لن تجدي نفعاً. عزمنا على أمر ولن نرحل قبل تحقيقه. أيها الخائن! جوهان! قضيت على أقوى عدو لنا بينهم عندما كان مثبتاً ولا يستطيع الحركة. كيف تجرؤ على مخاطبة رئيسك هكذا؟ ابتعد! تناول هذه يا جوهان. قائد فريز اختارني لأكون مرافقه الخاصة في هذه المعركة. انتهيت من التمرين. يمكنني القول إني صرت مستعداً الآن للانتقام من جوكو. سأكافئك وأجعلك مرافقي الخاص. واحرص على أن تشفى بحلول يوم غد. إن لم تشفى فسأمرهم بقتلك. فقررت أن أتغير وأن أصبح الذراع اليمنى للقائد فريزا. إن قضيت عليهم فهل سأصبح رئيس أركان الجيش بدلاً من هذا الأرنب؟ هذا ما سيحدث. ماذا؟ ارتفعت قوته القتالية ضعفين. لتدريب. هل شعرت بطاقة غريبة انبعثت من مكان هناك؟ انبعثت من هناك؟ أظن ذلك. يبدو أنه قوي جداً. أنستطيع أن نهزمه حقاً؟ نعم نستطيع، ولكننا خمسة. أنت لم تعد نفسك معهم. لقد قلت لك أنا شرطي والقتال ليس من مهماتي. عندما أصبح رئيساً لأركان الجيش بدلاً منك سأعينك حارساً على أحد أبواب قصري. ناكر للجميل. إن أردتم أيضاً يمكنكم أن تقاتلوني معاً وليس فراداً. أنا سأقاتلك. تقدم. لم يصب بأي أذى. هل تظنون أن هجماتكم الضعيفة ستؤثر فيا؟ وصل كوتانيكس. لم يفلح معه سوى هذين. مرحبا. لأنه من غير المعقول أن نقف بلا حراك بعد أن علمنا أن العدو قد هاجمنا. أذاك قائد جيشهم؟ أنت يا من تركب المركبة، اهبط إلى الأرض وقاتلني. ذاك الطفل إنه يشبه جوكو كثيرا.
لا شك في أنه ابنه الصغير، يشبه السايان الذي هاجمني وشطرني نصفين. فريزا! أيها البغيضون، سأسحقكم جميعا. تاغوما، لماذا لا تنهض؟ قف على قدميك بسرعة واقتل الطفلين قبل أن يهربا. جيكو 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 جيكو. عدت إلى طبيعتي أيها الجنود. أنا قائد قوة النخبة في جيش أبيك السابق جينيو. إنها أكثر الجيوش إجراماً، كان يقودها جينيو في عهد والد فريزا. إنها قصة حزينة ومؤلمة تعود حوادثها إلى عهد أبيك حينما كلفني بمهمة القضاء على الخائن في جيتا. سأضربك في جيتا. غير فيجيتا جسدي وأمسك بالضفدع. كان فيجيتا قد تمنى أمنية واشترط في تلك الأمنية ألا أعود إلى طبيعتي إلا عندما يراني الضفدع. فقدت ذاكرتي وكان الضفدع ينتقل من مكان إلى مكان على الأرض، وكنت على ثقة بأنني سأقاتل معك في يوم من الأيام. هيا انظر، سأنفذ ما تأمرني به وستتفاجأ بقدرتي العجيبة على التنقل. لم أتوقع أن جينيو لا يزال على قيد الحياة. عرفتك، أنت الطفل الذي قاتلني مع فيجيتا. أنت شجاع حقا يا جينيو. قوي. والآن ما رأيكم؟ إنه جسد قوي وسريع. أعدك يا فيجيتا بأني لن أتخلى عنه أبداً أبداً. دعوه لي أنا. أرني قوتك بعد أن كبرت وصرت شاباً. ترانكس، غوتن، ساعداني على منادات ويز. قلب الحلوى اللذيذ كله لك. إن لم تهبط الآن فسألتهمه أنا وغوتن. ماذا كان اسمها؟ يسمونها بيتزا. بيتزا، ألا ترى أننا أسرعنا في إرسالهما إلى المكان؟ لا أظن ذلك، أريد أن يصبح قويين كي أقضي وقتا ممتعا معهما. لا أستطيع التحرك. عليك أن تعزز طاقتك الخاصة ثم تخرجها دفعة واحدة. فرجت، أستطيع التحرك. كاكاروت، هل نحن في الفراغ الكوني؟ هذا المكان سيمنحنا طاقة إضافية. إن لم نجد وسيلة مناسبة للخروج من هذا المكان في أقرب وقت فقد نهلك من شدة الجوع. هذه حركات بسيطة وضعيفة جدا. كنت أعلم أنك تخفي هذه القوة في داخلك، ولا أعلم لماذا لم تخرجها منذ البداية. إن أردتني أن أبقي على حياتك فعليك أن تغادر. حان دوري الآن، أنا سأقاتله لأن بيني وبين أبيه ثأرا قديما. سأرد جزءا من الجميل إلى والدك، فأنا مدين له بالإبقاء على حياتي في المعركة الأخيرة. حين أتذكر ما فعله أبوك أستشيط غضبا ويغلي الدم الذي يجري في داخل شراييني. أتشوق إلى رؤية وجه أبيك عندما يراك. لكن ثأري كبير جدا ولن يقتصر على تثقيب جسدك بثقبين أو ثلاثة ثقوب منك بعد. أبوك لم يستسلم بسهولة. ها
هل عجزت عن الحركة؟ يمكنك البكاء أو الصراخ. أنتم تستحقون الموت. الموت لن. لا بيكولو. لماذا أنت مستلق يا بيكولو؟ لماذا لا تقاتل؟ هذه الأصوات التي تضربني والتي أحب سماعها. هذا بسببي. جوهان توقف. هل إصابته بليغة؟ هل هو بخير؟ لذ طعمه. ويز أعطني مزيدا. تناولت جميع الأطباق التي أحضرتها، ولكني لا أستطيع إحضارها لك لأن عصايا ليست معي. أين عصاك الآن؟ طعامي هو الأهم، هيا أحضر غيرها. يبدو أن إرسالكما للتدرب هناك حقق نتيجة أفضل. شعرنا بالجوع ونحن هناك، فاستعملنا عصاك في إحضار البيتزا. سأقتلكما. أنت أرسلتنا إلى مكان لا طعام فيه. ألم تجدا طعاماً آخر لتأكله غير طعامي؟ سيد ويز، إن لم تأخذ قالب الحلوى بسرعة فسيذوب. إنه قالب حلوى الفراولة. ترى كيف سيكون طعم القالب؟ سيدة بولما، أخيراً اتصل. دع قالب الحلوى الآن. أخبر جوكو وفيجيتا أن يعودا إلى الأرض بسرعة. أنا واثقة تماماً بأنك سمعت بالمعتوه فريزا، يريد أن يغزو الأرض بجيش ضخم جدا. فريزا؟ أنه غدا أقوى مما سبق بكثير، وأن بيكولو أصيب وهو يحاول حماية جوهان. أصيب بيكولو؟ 35 دقيقة. ولكن هذا كثير جدا، لا أستطيع ذلك. الأرض بعيدة ولا أشعر بطاقة أحد. ماذا تقول؟ يحتاجان إلى 35 دقيقة؟ أرى يا سيدي أن نقتلهم قبل أن يصل. حينما يصل سيكون الجميع قد قضى نحبه. تذكرت أمرا مهما علي أن أفعله الآن. أراكم بخير. لن تذهب يا جاكو. أنا لم أتدرب منذ مدة طويلة، وهذا الأمر أضعف قوتي وأدى إلى هزيمة رفاقي. توقف عن الهراء أيها الفتى الضعيف المثير للشفقة. أرجوك لا تلوم نفسك، لأني سأقتل عائلتك وألحقها بك، لن يستغرق الأمر طويلا. أتظن أن جسده سيتحمل؟ لا. أمسك بي جيدا. عن إذنك يا سيد بيروس. اشتقت إليك. وصل، جاء لإنقاذنا. فيجيتا، إلى متى تريد أن تغيب عن منزلك وتتركني مع ابنك؟ لقد عاد. هكذا إذن، أخرج طاقته لكي يعيد. أحسنت يا بني، أخرجت طاقتك فشعرت بها وعدت إلى الأرض. أصيب بيكولو بسببي. لا تقلق بيكولو، لا داعي للقلق وستشفى قريبا. الحركة اللحظية. هل يجيد السايان هذه المهارة؟ اسمح لي بأن أستدعي بعض الجنود. أخذت بيكولو إلى منزل ديندي قبل قليل،
اذهبا إلى منزله لتساعداه. ولكن المعركة بينك وبينه ستبدأ الآن. نريد أن نراك وأنت تحاربه. نفذا ما قلته لكما. هيا يا بني اذهب ونفذ ما طلبه إليه. أبي حسنا تناول هذا. أظن أن ما بقي هنا يكفي لخوض المعركة. أنا آسف. لا تقلق. يبدو أنك أحضرت صديقك فيجيتا ليحارب معك أيضا. يبدو لي أنك فريزا الشرير حقا. والآن أنا حي كما ترى وجئت لأنتقم منكم جميعا. بل كانوا يرقصون ويغنون ويقرعون الطبول. سوف أذيقكم جميعا طعم العذاب الذي ذقته. توجهت إلى الأرض لأقتل عائلتك فهزمني السيان المذهل. وأنا أيضا عانيت بسبب ما فعله فيجيتا. جينيو عندما أذكر أكاد أجن. شعورك؟ لا سأقتلك بعد أن أنتهي من قتل جوكو. تقصد أني سأقتلك قبل أن تحاول قتل كاكاروت؟ بعدما استعدت عافيتي بدأت بتدريب شاق جدا. أنا الآن أقوى منك بكثير وقد وصلت إلى مستوى لن تحلم في الوصول إليه. تدربت أيضا وزدت قوتي. سأريك جانبا من قوتي التي أملكها الآن. احذروا. جنود لم يبقى أحد منهم. امتص طاقات جنوده فماتوا جميعا. أهلك جنوده الذين ناصروه من أجل إظهار قوته. أنا مستعد لقتالك. يمكنني أن أبدأ بك الآن. من دربك حتى صرت قويا هكذا؟ ولماذا أنت؟ لأنك قاتلت جينيو قبل قليل وهلك على يديك. لو لم تكن شريرا لكنت منافسا جيدا لي هذا. ألا تريد أن تنتقل إلى السيان المذهل؟ أستطيع أن أقاتلك في وضعي الذي أنا عليه. كفاك إضاعة للوقت وقاتلني.